يوم الخميس انا اتكلمت عن جبر الخاطر بتاع سيادة الرئيس في زيارته للقرى في غرب اسوان وبعدها الافتتاح الاسطوري اللي كان موجود في طريق الكباش. لا احنا بننتقل نقله ثانيه تماما. تعالوا بقى معانا دقيقتين دقيقتين هقول لكم موقفين فين هتضحكوا كتير قوي بس قولوا لي تتصرفوا ازاي لو كنتوا مكان. فاكرين مباراه سيراميكا كليوباترا مع شيبين لما كنا بنصعد الدوري الممتاز؟ طبعا كان نقل اسطوري اسطوري وكالات الانباء العالميه وناس كتيره جدا قالت صدى البلد بتنقل كاس عالم ما بتنقلش مباراه في تصفيات. بس عد انا وهاني تمام. هاني كان معاه قميص ابيض جميل وبعدين في حاجه جت حصل له حاجه اكيد فقلنا ما دام قميص ابيض جميل يبقى حصل له حاجه حضرتك يا شين جامد قوي. فبعدين ايه قلنا هنتصرف ازاي؟ قال لك نغسله بسرعه. هو حصل له وقع عليه ايه؟ وقع يعني حاجه زي حبر او حاجه كده شويه. فقلنا هنعمله بسرعه نغسله على ايدينا وبعد كده بالشوار ننشفه. تمام غسلناه جينا نعمله بالشوار فراح ايه القميص اتحرق 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 يا رب دايره كده جميله جميل قبل الهواء بساعه. انا ايه انا كان معايا قميص زياده بس ايه مقاسي مختلفه طبعا. قلت له يعني طب نحط الدبابيس نظبط الدنيا مفيش. فعملنا ايه بقى تخيلوا هاني طلع ازاي يوميها حط لزق كده من تحت القميص من تحت القميص ابيض وعملنا استوديو وعملنا استوديو كسر الدنيا كسر ولا الناس عارفه انا قاعد ازاي. انا بقى وانا هنا في الاستوديو كانت الاضاءه من فوق وقعت عليا وانا شغال انا مش واخد بالي فلقيت احمد طاهر المخرج بيقول لي اطلع فاصل دلوقتي حالا. انا مش واخد بالي اطلع فطلعت فاصل ايه لقيت بقعه زيت على الجاكيت عندي وقعت من فوق كبيره جدا. دي حاجه ثانيه دي حاجه ثانيه وضحها حلقه اخرى لا لا ده كان بقى ده مره ثانيه واحنا هنا في الاستوديو ده كان في استاد السويس. فاتصرف ازاي؟ فتحت الدولاب بتاع هاني ما كانش معايا جواكت زياده هي دولاب هاني المقاس المقاس مختلف فخدت ايه فخدت جاكيت من بتوع هاني قريب من اللون اللي انا كنت لابسه ولا بس فهو ضايق عليا فانا قاعد عامل كده اللي هو يا جماعه هو ضايق عشان انا قاعد كده مش عشان هو ضايق. يعني يا جماعه انتوا الاثنين محظوظين يعني في برامج رياضيه كده برنامجين انا محتاجه لي برنامج فني انا كمان عشان ابقى اخد من هدومه ايه كمان يبقى في حاله الحب اللي موجوده وده اللي دايما اقوله دايما يا رب صح. وهي دي نقطه مهمه جدا الحقيقه في كل العاملين جوه القناه في كل الاقسام الحقيقه الكل انا عايزه اقول للناس نقطع كلامك هي الناس كانت يعني احنا قاعدين بنحتفل من قبل ما نطلع على الشاشه احنا كنا موجودين من بدري وفرح طبعا عايزه كان في ميك اب روم مجننين يعني احنا كلنا كنا قاعدين بنهزر وبنحتفل يعني الروح فعلا اللي انتوا شايفينها على الشاشه في كمان مش ضعفين ثلاث اربع اضعافها ورا الكاميرا يعني احنا يمكن اول مره نقعد القعده دي مع بعض بس احنا حاسين ان احنا نعرف بعض من زمان وكاننا كل يوم كده عارفك يا فرح مش محتاجه يعني يلا بينا عشان احنا هنطلع فاصل عشان خلاص الفقره اللي بعدنا خبر يعني موقف 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 سريع موقف مضحكة يعني مضحك حصل طيب على الهواء يعني انا هفضح نفسي بس اوكي يلا بينا احنا كنا جايبين محدش غريب ده الجمهور يعني مننا وعلينا كنا جايبين ضيفه بتعمل